بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 91. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما من مؤمن إلا وفي قلبه محبة لله تعالى وطمأنينة بذكره وتنعم بمعرفته ولذة وسرور بذكره وشوق إلى لقائه وأنس بقربه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ما من مؤمن في قلبه إيمان ولو ضعيف إلا أنه يحب الله ويحب الله جل وعلا. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين آمنوا أشد حبا لله، فيحبون الله عز وجل، تطمئن قلوبهم بذكره. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكلما قوي الإيمان في قلب المؤمن قويت محبة الله سبحانه وتعالى. والمحبة هي أساس المحبة، نوع من أنواع العبادة، ولكنها هي أساسها، هي أساس أنواع العبادة، المحبة والرغبة والرهبة، هذه من أعمال القلوب، والصلاة والصيام والجهاد هذه من أعمال الجوارح. فكل مؤمن ولو إيمانا ضعيفا فإنه يحب الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا أشد حبا لله، كلما زاد الإيمان زادت محبة الله سبحانه وتعالى. والمحبة لا تكفي كما تقول الصوفية، محبة الله لا تكفي عن العبادة، لا بد من العبادة والذل والخضوع وفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، لا تكفي المحبة، ولكنها أساس العبادة. نعم. وما من مؤمن إلا وفي قلبه محبة لله تعالى وطمأنينة بذكره. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وهذه الطمأنينة تزيد وتنقص بحسب الإيمان. نعم. وطمأنينة بذكره وتنعم بمعرفته ولذة وسرور بذكره وشوق إلى لقائه وأنس بقربه، وإن لم يحس به باشتغال قلبه بغيره وانصرافه إلى ما هو مشغول به. ووجود الشيء غير الإحساس والشعور به، وقوة ذلك وضعفه وزيادته ونقصانه هو بحسب قوة الإيمان وضعفه وزيادته ونقصانه. نعم. فكلما زاد الإيمان زادت محبة الله، كلما ضعف الإيمان ضعفت محبة الله، إلا أن المؤمن لا بد أن يحب الله عز وجل حبا كثيرا أو قليلا، فمن لازم الإيمان محبة الله سبحانه وتعالى.
نعم. ومتى لم يكن الله وحده غاية مراد العبد ونهاية مقصوده وهو المحبوب المراد له بالذات والقصد الأول، وكل ما سواه فإنما يحبه ويريده ويطلبه تبعا لأجله، لم يكن قد حقق شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، لا بد في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله من محبة الله عز وجل، فالذي يشهد أن لا إله إلا الله بلسانه ولكنه لا يحب الله بقلبه فهذا منافق، يدعي ما ليس له. فالمنافقون ليس في قلوبهم إيمان إذا كان نفاقهم أكبر، أما النفاق الأصغر فقد يجتمع معه الإيمان، أما النفاق الأكبر فلا يجتمع معه الإيمان أبدا. نعم. لم يكن قد حقق شهادة أن لا إله إلا الله وكان فيه من النقص والعيب والشرك، وله من موجبات ذلك من الألم والحسرة والعذاب بحسب ما فاته من ذلك، ولو سعى في هذا المطلوب بكل طريق واستفتح من كل باب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله متيقنا أنه إنما يحصل بتوفيقه ومشيئته وإعانته لا طريق له سوى ذلك بوجه من الوجوه لم يحصل له مطلوبه، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فإذا علق المؤمن قلبه بالله فإنه يعتقد أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فإذا حصل له مطلوبه فهذا بمشيئة الله، وإذا لم يحصل له مطلوبه فهذا لعدم مشيئة الله لذلك. فالمؤمن يعلق قلبه بالله ويعتقد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم، هكذا المؤمن. نعم. متيقنا أنه إنما يحصل بتوفيقه ومشيئته وإعانته لا طريق له سوى ذلك بوجه من الوجوه لم يحصل له مطلوبه، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يوصل إليه سواه ولا يدل عليه سواه ولا يعبد إلا بإعانته ولا يطرع إلا بمشيئته، لمن شاء منكم من يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم يعني على طاعة الله سبحانه وتعالى، فأثبت أن للعبد مشيئة بخلاف الجبرية الذين يقولون ليس للعبد مشيئة وإنما هو مجبر ومحرك كما تحرك الريشة في الهواء وكما يحرك الميت على يد من يغسله ويقلبه وهو ما له مشيئة ولا إرادة، هذا قول الجبرية. يقابلهم المعتزلة أي أنهم يقولون الإنسان يخلق فعل نفسه وليس لله مشيئة في أفعال العباد، وإنما هم الذين يشاءونها ويوجدونها، تعالى الله عن ذلك. أهل السنة والجماعة يقولون الله له مشيئة والعبد له مشيئة، ولكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله،
كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت للعبد مشيئة خلاف الجبرية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، خلاف المعتزلة الذين يقولون العبد يخلق فعل نفسه وليس لله تدبير في ذلك، ويقولون الأمر أنف لم يسبق أنه قدر قبل ذلك. وكل هذا راجع إلى عدم التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اعتمدوا على آرائهم وعلى آراء من يقتدون بهم وظلوا سواء السبيل. أما المؤمنون أهل السنة والجماعة فيثبتون للعبد مشيئة خلاف الجبرية، ويقولون إنها مربوطة بمشيئة الله خلافا للمعتزلة والقدرية، مربوطة بمشيئة الله عز وجل. هذا هو المنهج الصحيح: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. فإذا عرف هذا فالعبد في حال معصيته واشتغاله عنه بشهوته ولذته تكون تلك اللذة والحلاوة الإيمانية قد استترت عنه وتوارت أو نقصت أو ذهبت. فإذا وقع العبد في المعاصي والسيئات فإن محبته لله تضعف أو تزول، تضعف أو تزول، لا يجتمع محبة الله مع معصيته ومخالفته. لا بد أن المؤمن يحب الله ولو خالفه بعض المخالفات لهوى نفسه، فإنه يحب الله عز وجل. وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر، قد شرب الخمر، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليه الحد، فقال رجل لعنه الله: ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، أما تعلم أنه يحب الله ورسوله؟ فدل على أن المؤمن يحب الله ولو وقع في شيء من المخالفات فهو يحب الله عز وجل. نعم. فالعبد في حال معصيته واشتغاله عنه بشهوته ولذته تكون تلك اللذة والحلاوة الإيمانية قد استترت عنه وتوارت أو نقصت أو ذهبت، فإنها لو كانت موجودة كاملة لما قدم عليها لذة وشهوة لا نسبة بينها بوجه، لا نسبة بينها بوجه ما، بل هي أدنى من حبة الخردل بالنسبة إلى الدنيا وما فيها. نعم. قد يضعف الإيمان حتى يكون وزن حبة خردل. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فدل على أن الإيمان يضعف حتى يكون بقدر حبة خردل هذا المؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، شعب له شعب، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدل على أن الإيمان له أعلى وله أدنى،
وله بين ذلك بين الأعلى والأدنى. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. اي نعم، اذا وقع في المعصيه فان الايمان يرتفع عنه، لا ليس معناه انه يكفر، لكن يرتفع عنه الايمان. لو كان عنده ايمان في هذه اللحظه ما زنى ولا سرق ولا، يرتفع عنه ويغيب عنه بسبب الهوى وبسبب الطمع وباسباب كثيره، لكنه لا ينقطع يعود إليه، سرعان ما يعود إليه إيمانه ويقوى ويقوى حتى يتكامل في قلبه. فالمعاصي تنقص الإيمان والطاعات تزيد الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. الذي يؤمن بالله يقيم صلاته ويقيم عبادته، وإن حصل له غفلة بعض الأحيان إلا أن إيمانه لا يزول، يعاوده ويرجع إليه. فإذا وقع في الزنا، وقع في شرب الخمر، يزول عنه الإيمان في هذه الفترة، لأنه لو كان عنده إيمان ما وقع في هذه الأمور، لكن يغيب عنه الإيمان في فترة فيقع في المعاصي والسيئات، ويغلبه تغلبه الشهوة والهوى، تغلب على إيمانه ويقينه. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فإن ذوق حقيقة الإيمان ومباشرته لقلبه يمنعه من أن يؤثر عليه ذلك القدر الخسيس، وينهاه عما يشعثه وينقصه. دل على أنه عند وقوعه في الشهوة المحرمة يرتفع عنه الإيمان، يرتفع عنه الإيمان ويغفل عنه، ثم يعود إليه ويندم ويتوب. نعم. ولهذا تجد العبد إذا كان مخلصا لله، منيبا إليه، مطمئنا بذكره، مشتاقا إلى لقائه، قلبه منصرف عن هذه المحرمات، لا يلتفت إليها ولا يهول عليها، ويرى استبداله بها عما هو فيه كاستبداله البقر الخسيس بالجوهر النفيس، وبيعه الذهب بأعقاب الجزر، وبيعه المسك بالرجيع. أي نعم، الإيمان إذا قوي في القلب وزاد في القلب ابتعد عن المعاصي ومحبة المعاصي والميل إليها. إذا ضعف الإيمان فإنه يقع في المعاصي والسيئات والمخالفات لضعف إيمانه. نعم. ولهذا تجد العبد إذا كان مخلصا لله منيبا إليه مطمئنا بذكره مشتاقا إلى لقائه قلبه منصرفا عن هذه المحرمات. كلما قوي الإيمان انصرف القلب عن المحرمات، كلما ضعف الإيمان يقرب من المحرمات، لأنه ليس هناك إيمان قوي يحجزه عنها، تغلبه الشهوة، يغلبه الهوى، يغلبه الشيطان، يغلبه دعاة السوء وقرناء السوء فيقع في المعصية.
لكن سرعان ما يعود له إيمانه فيندم ويتوب إلى الله عز وجل فتمحى سيئاته ويعود إلى إيمانه. نعم. مطمئنا بذكره مشتاقا الى لقائه قلبه منصرفا عن هذه المحرمات لا يلتفت اليها ولا يحول عليها ويرى استبداله بها عما هو فيه كاستبداله البحر الخسيس بالجوهر النفيس وبيعه الذهب بعقار الجزر وبيعه المسك بالرجيع. ولا ريب ان في النفوس البشريه بعض السلف اذا راى الشيء الذي يحبه ولكنه لا يستطيع الحصول عليه، يحب الشيء من المباحات لكنه لا يستطيع الحصول عليه لفقره، فإنه يقول موعدك الجنة بقوة إيمانه ويقينه وأن الله يعوضه في الجنة خيرا مما فاته في الدنيا. نعم. ولا ريب أن في النفوس البشرية من هو بهذه المتابعة إنما يصبو إلى ما يناسبه ويميل إلى ما يشاكله، ينفر من المطالب العالية واللذات الكاملة كما ينفر الجعد من رائحة الورد. وشاهدنا من يمسك بذنبه عند وجود المسك ويتكره بها لما يناله بها من المضره. نعم. فمن خلق للعمل فمن الناس هم ضعاف الايمان، من يميل الى المعاصي والسيئات واهلها ويجالسهم ولا يانس الا بهم، مجالس السوء وقرناء السوء. ومن الناس من ينفر مما يخدش إيمانه ودينه، ينفر من ذلك كما يفر من العدو وكما يفر من السبع، فلا يجالس أهل الفساد، لا يخالطهم ولا يأنس بهم، يصبح كأنه في سجن إلى أن يفارقهم ويبتعد عنهم. نعم. فمن خلق للعمل اتباقا لا يليق منه العمل في صناعة الطين ولا يليق به ولا يتأتى منه. اي نعم، الذي خلق للدباغة، دباغة الجلود وروائحها المنتنة، هذا ينفر من الطيب ويكره الطيب، لأن طبعه تعلق أو نفسه تعلقت بضد الطيب. لذلك أهل المعاصي ينسون بها بشرب الخمور وبالزنا والسرقة وغير ذلك، لأن نفوسهم انحطت وضعف إيمانها أو يرتفع إلى الإيمان بالكلية وقت مقاربة الذنوب ويكون كالظلة على رأسه، ثم إذا عاد ورجع رجع إليه إيمانه. فالمؤمن حافظ على إيمانه ولا يذهب مع ضعاف الإيمان أو مع المنافقين أو مع قرناء السوء، لا يذهب معهم، يحفظ إيمانه ويجتنب من الغيبة والنميمة التي تضعف الإيمان، ويذكر الله عز وجل ليقوي إيمانه ودينه. هذا شأن المؤمن. نعم. فمن خلق للعمل باتباع لا يجيب منه العمل في صناعة الدين ولا يليق به ولا يتأتى منه. يذكرون أن الشخص يشكو من ألم رأسه، دائما يتألم رأسه، والتمسوا له العلاجات ولم يجدوا له
دواء وتألم من وجع رأسه. فقال له بعض الأطباء النفسانيين: أنت وش تشتغل؟ ما هو شغلك اللي تشتغل فيه؟ قال: إنه نزاح، نزاح بيارات. قال: ارجع إلى عملك، ارجع إلى عملك من أجل أن رأسك ما يوجعك. يعني تعود على هذا الشيء وصار يتألم من فراقه. والإنسان وما اعتاد، لذلك على المؤمن أن يلازم الخير وأهل الخير ويبتعد عن جلساء السوء وعن أمكنة السوء ليصون نفسه ويقوي إيمانه. نعم. فمن خلق للعمل في التجارة هل يجب منه العمل في صناعة الطيب ولا يليق به ولا يتأتى منه؟ والنفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب هو أحب إليها منه، أو للخوف من مكروه هو أشق عليها من فوات ذلك المحبوب. فالذنب يعدم بعدم المقتضي له تارة اشتغال القلب بما هو أحب إليه منه، ولوجود المانع تارة من خوف فوات محبوب هو أحب إليه منه. فالأول حال من حصل له من ذوق حلاوة الإيمان وحقائقه والتنعم به ما عوض قلبه عن ميله إلى الذنوب. الثاني حال من عنده داع وإرادة لها وعنده إيمان وتصديق بوعد الله تعالى ووعيده، فهو يخاف إن وقعها أن يقع فيما هو أكره إليه وأشق عليه. فالأول للنفوس المطمئنة إلى ربها، والثاني لأهل الجهاد والصبر. نعم، النفوس درجات، نفس مطمئنة، نفس مطمئنة، ونفس أمارة بالسوء، ونفس كافرة خالصة في الكفر. والنفوس تتفاوت بلا شك، فعلى المسلم أن يحافظ على نفسه ويجنبها ما يدنسها. قد أفلح ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الذي يدنس نفسه بالمعاصي هذا خاب، والذي يترفع بنفسه عن المعاصي هذا أفلح، أفلح من زكاها. تزكية النفوس منها شيء لا يجوز، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والمراد لا تمدح نفسك، لا تمدح نفسك، بل اعتبر نفسك مقصرة مهما عملت، لا تمدحها. هذا لا يجوز أنك تمدح نفسك. أما أن تأخذ بها إلى الخير وإلى الطاعات هذا مأمور به، فتارة ينهى عن تزكية النفس وذلك بمدحها، وتارة يؤمر بتزكية النفس وذلك بحملها على الطاعة والعبادة والذكر، الذكر لله تزكي نفسك. نعم. فالأول للنفوس المطمئنة إلى ربها، والثاني لأهل الجهاد والصبر، وهاتان النفسان هما المخصوصتان بالسعادة والفلاح. قال الله تعالى: في النفس الأولى. الجهاد المراد به جهاد النفس، النفس تحتاج إلى جهاد. أول مراتب الجهاد جهاد النفس، فالذي لا يجاهد نفسه لا يجاهد العدو ولا يجاهد الشيطان. أول شيء يجاهد نفسه، ثانيا يجاهد الشيطان،
ثالثا يجاهد الكفار والمنافقين. الجهاد أنواع، ولكن أول شيء جاهد نفسك، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نعم. فالأول للنفوس المطمئنة إلى ربها، والثاني لأهل الجهاد والصبر، وهذان النفسان هما المخصوصتان للسعادة والفلاح. قال الله تعالى في النفس الهدى: يا أيتها النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة. نعم. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك أي إلى جسدك، هذا عند البعث، ارجعي إلى جسدك راضية مرضية. هذه النفس المطمئنة، النفس التي الأمارة بالسوء هذه تحتاج إلى جهاد تجاهدها على طاعة الله. الأول ما تحتاج إلى جهاد، مطمئن خلاص، لكن الأمارة بالسوء هي التي تحتاج إلى الجهاد. وأول مراتب الجهاد جهاد النفس، فمن لم يجاهد نفسه لم يجاهد الشيطان ولم يجاهد الكفار، حتى يبدأ بنفسه يجاهدها. نعم. وقال تعالى في الثانية: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما قتلوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. نعم، الذين هاجروا وصبروا وجاهدوا في سبيل الله ولو كان سبق منهم شيء من المعاصي والسيئات، لكن يغفرها الله لهم، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. نعم. النفوس ثلاثة: نفس مطمئنة إلى ربها وهي أشرف النفوس وأزكاها، ونفس مجاهدة صابرة، ونفس مفتونة بالشهوات والهوى وهي النفس الشقية التي حظها الألم والعذاب والبعد عن الله تعالى والبجال. بسم الله العافية. نعم. فصل في بيان كيد الشيطان لنفسه قبل كيده لأبويه، ثم لم يقتصر على ذلك حتى كاد ذرية نفسه وذرية آدم، فكان مشؤوما على نفسه. نقف على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة حفظكم الله تسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث يقول: فهمنا أنه يرتفع عنه الإيمان بالكلية إذا زنى أو صار. ما هو بالكلية يا يرتفع عنه، يعني كمال الإيمان، يرتفع عنه كمال الإيمان، ما هو بالكلية، لو كان بالكلية صار مرتد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يتناقص حب الله عز وجل بتناقص الإيمان فيزيد الحب وينقص الإيمان؟ إيه نعم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ما في شك أن النفس تحتاج إلى مراعاة، تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى تربية، تزكية بالعبادة والطاعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حدود حب المرء لله سبحانه؟ هل يصح أن يقول القائل: حبي لله لا يتصوره العقل؟
نعم حب الله في قلب المؤمن يزيد وينقص، ما في شك، يزيد وينقص بحسب ما فيه من العبادة والطاعة ومحبة الله ورسوله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الكفر في العبادة أحيانا يتنافى مع تمام محبة الله أو مع محبة العبد لله سبحانه؟ هذا كسل، الفتور هذا كسل يزول بالنشاط والعزم على الطاعة، يزول هذا الكسل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: الفكر من الإنسان حبه لله عز وجل في المجالس، هل يكون هذا ذكر الإنسان حبه لله تعالى في المجالس؟ يقول: هل يعد هذا ويعدله للرياء أم هو أمر محمود؟ هذا أمر غير محبوب، لأنه تزكية للنفس، مدح لها، مدح للنفس، ألا يذكر هذا في المجالس؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما أفضل الأعمال الصالحة التي يحصل بها تمام حب الله سبحانه وتعالى ويرتقي العبد إلى درجة عالية من المحبة عنده؟ هذا فرائض، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: الحب، هل يرتبط الحب بالله عز وجل بكثرة العبادة أم بأحسنها ويقلل؟ هل يرتبط الحب بالله عز وجل أو الحب لله عز وجل بكثرة العبادة أم بأحسنها ولو قلت؟ بالجميع، بالكثرة وبالحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما الفرق بين محبة الله عز وجل وبين الرهبانية التي ذكرت في القرآن؟ رهبانية النصارى اللي ابتدعوها، الله ما كتب عليهم الرهبانية لكنهم الذين ابتدعوها، ومع هذا ما رعوها حق رعايتها، هذا في النصارى. الرهباني لا رهبانية في الإسلام، حديث لا رهبانية في الإسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما هو الأفضل للعبد المؤمن، أن يترجح الحب لله عن الخوف منه أم العكس؟ تساوٍ، حب الله والخوف منه ورجاؤه كلها تتساوى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: أيهما أفضل لنيل محبة الله عز وجل، كثرة ذكر الله عز وجل بأذكار متعددة أم كثرة الصلاة؟ الصلاة أحب إلى الله عز وجل، الصلاة أحب إلى الله عز وجل، بإمكان المسلم أنه يجمع بين الصلاة وبين ذكر الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: من قدم محبة المال على تقديم أو على فعل الصدقات وأعمال الخير والبر، هل يتنافى هذا مع محبة الله عز وجل؟ تنافى مع كمال الإيمان، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا،
فإذا أنفقت من المال الذي تحبه هذا دليل على الإيمان، أنك قدمت محبة الله على محبة المال، طاعة الله على محبة المال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كثرة تلاوة القرآن الكريم ولو بلا تدبر يورث محبة الله عز وجل وتمامها؟ لا يؤثر، بدون تدبر لا يؤثر القرآن، لا بد من التدبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل الكافر عنده محبة لله عز وجل ولو بنسبة قليلة؟ نعم، الكفار يحبون الله لكن يحبون معه غيره، والمؤمنون يحبون الله محبة خالصة ولا يحبون معه غيره، ولهذا قال سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل صحيح أن سبب ضلال الصوفية هو أنهم يغلون في المحبة ولا يخافون الله عز وجل؟ الله ما شرع التصوف، فهم يعملون بشيء لم يشرعه الله، التصوف ما شرعه الله، من الرهبانية التي ابتدعها النصارى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: القيام بالطاعات والعبادات مع وجود معاصي وذنوب تكون حاصلة للعبد، يقول: هل هذا ينافي محبة الله عز وجل؟ ينقص محبة الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك أناس يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل هو ثابت عند المسلم، وإنما الذي يزيد هو الحسنات والسيئات. الإيمان يزيد وينقص بالقرآن، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الله أثبت أن القرآن يزيد، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان ينقص حتى يصبح حبة خردل أو أقل، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة. فالآية والحديث يدلان على أن الإيمان يزيد وينقص، هذا قول أهل السنة والجماعة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا فاتتني راتبة الفجر هل أصلي مع شخص قد جاء متأخرا لصلاة الفريضة؟ هذا ما ورد، فيما أعلم ما ورد، لكن تصلي معه لأجل أن تكونوا جماعة وتكون لك نافلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل بعدما صلى قال لأصحابه: من يتصدق على هذا ويصلي معه يكون جماعة بدل ما أنه يصلي منفردا، تكون له نافلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: هل قيامي بلبس الثياب ولبس الشمار في بلاد الكفر هل يعد هذا من لباس الشهرة؟ لا، هم إذا جاءوا عندنا يتمسكون بلباسهم، ورا نحن إذا رحنا لهم تخلى عن لباسنا. الإنسان يبقى على لباسه الحمد لله، وهذا يزيده رفعة، هذا يزيده رفعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عند إلقاء السلام هل يجوز الاكتفاء بقول السلام بدون السلام عليكم؟ لابد من قول السلام عليكم. السلام على من؟ لا بد تقول السلام عليكم رحمة الله وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: رأيت رؤيا في المنام أن شخصا يقول لي: اعتمر
عن أمة محمد، فهل يشرع لي أن أعمل بهذه الرؤية؟ الرؤيا لا تثبت بها الأحكام الشرعية، لا تثبت بها الأحكام الشرعية الرؤيا، إنما تثبت الأحكام الشرعية بالدليل من الكتاب والسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: استدان والدي دينا ربويا وذلك لشراء الأرض. استدان والدي دينا ربويا وذلك لشراء الأرض، يقول: وأعطيته من مالي ليتخلص من ذلك الدين، والآن والدي يريد أن يعطيني جزءا من تلك الأرض، فهل يجوز لي أن آخذ جزءا منها؟ لا، أنت أحسنت إلى والدك فلا تترك هذا الإحسان وتأخذ طمع الدنيا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم ما يفعله بعض الناس من صلاة ثلاث ركعات بعد صلاة الفريضة ويقول هذا ديدنا لهم دائما؟ لا يكون هذا إلا في الوتر، ثلاث ركعات في الوتر هذا يكون، ولا يكون هذا في غير الوتر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل من خارج هذه البلاد يقول: مات أبي منذ 10 سنوات وكان ينتسب إلى الإسلام، لكنه لا يصلي لأنه يجهل أن الصلوات الخمس أنها مفروضة، بل كان يظن أنها مستحبة، يقول: هل أدعو الله له؟ والله ما تطمئن النفس اللي ما يصلي، ما تطمئن النفس أنه يستغفر له ويدعى له، لأنه ليس له دين، الذي لا يصلي ليس له دين. نعم. ولكن إذا كان يجهل كما ذكرت يعتبر من أصحاب الفترة، يكون من أصحاب الفترة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الرجل مسافرا فهل يشرع أن يصلي النوافل مع السفر؟ راتبة الفجر هذه لا يتركها لا حضرا ولا سفرا، أما بقية الرواتب إذا كان يقصر الصلاة فلا يأتي بالرواتب. قال ابن عمر رضي الله عنه: لو كنت مسبحا، يعني متنفلا، لو كنت مسبحا لأتممت. نعم. إتمام الصلاة أولى من أنه يأتي بنافلة راتبة، يأتي بالراتبة التي قصرها، لا يأتي بعدها بالراتبة إلا الفجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يشرع الاستغفار في القلب دون نطق باللسان؟ ها؟ هل يشرع الاستغفار في القلب لا بد ما يعتبر إلا إذا نطق به ولو سرا بينه وبين نفسه، إذا حرك لسانه به وأسمع نفسه صار استغفارا، أما مجرد أن يفكر به لا يعتبر شيئا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا نسي الرجل إخراج زكاة ماله ثم تذكر بعد شهر من موعدها وأخرجها وندم وتاب، السؤال: هل يخرجها في العام القادم في وقتها الأول أو في الوقت الثاني الذي تذكر به؟ إذا نسي إيش؟ إذا نسي الرجل إخراج زكاة ماله ثم تذكر بعد شهر من موعدها وأخرجها. يخرجها إذا تذكر يخرجها ويعفو الله عن النسيان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: الراتب هل فيه زكاة؟ إذا تحصلت منه على شيء ادخرت منه شيء هال عليه الحول ويبلغ النصاب ففيه الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا قرأ المسلم سورة الفاتحة خارج الصلاة، فهل يشرع أن يقول آمين بخاتمها؟ نعم، لأن الفاتحة دعاء، فيؤمن على الدعاء الذي فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: أنا شاب وقد خرج لي لحية وأمي تطالبني بحقها، يقول: ما حكم طاعتها في هذه المسألة؟ لا تجوز، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما ضابط المشقة المريحة للجلوس في الصلاة وعدم القيام؟ ضابط المشقة معروفة، إذا كانت يتعبه القيام، يتعبه القيام، هذه المشقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رجل، أنت وعالك لأبيك، إذا كان الأب كافرا، فهل يدخل في هذا الحديث؟ نعم، يدخل في هذا الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكافر، الأب الكافر له البر، يبر به ولو كان كافرا، لكن لا يتبعه على دينه. نعم. صاحبهما: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم مصافحة المأمومين بعضهم بعضا بعد الصلاة مباشرة؟ لا دليل على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: كيف يتطهر ويصلي من يستمر نزول قطرات البول مما رحمكم الله دائما؟ نعم، هذا حدثه دائم، يتوضأ عندما يريد الصلاة، يتوضأ عندما يريد الصلاة ويصلي ولو نزل منه البول. نعم، صلاة صحيحة، لأنه لا يستطيع أكثر من ذلك، لكن يجعل على ذكره شيئا يمنع تسرب البول على ثيابه وعلى جسمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إن صديقاتها يحدثن بالأمانة، وقد نصحتهن أن لا يحدثن بها، لكنهن استمرن على ذلك. تقول: ما حكم الحدث بالأمانة؟ وهل صحيح أنه من الشرك؟ أي نعم، لا يجوز، إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يجوز الحلف بالأمانة ولا بغيرها من المخلوقين، لا يجوز الحلف إلا بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يهدي أخاه أو أخته جوالا، علما أن هذا المهدى إليه متساهل بتصوير ذوات الأرواح وسماع الموسيقى عن طريق الجوال، يقول: هل يجوز إهداؤه وحاله هذا؟ لا، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل صحيح أن الفاسق لا تصح إمامته؟ إيه نعم، إلا بمثله، إلا بمثله، اشترط في الإمام العدالة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجب على المأموم إذا كان حافظا لكتاب الله أن يفتح على الإمام إذا أخطأ في القراءة؟ نعم، يفتح عليه، يفتح على الإمام إذا كان حافظا لما ألبس عليه فيه، يفتح عليه. نعم، كانوا يفتحون على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
هذه المرأة تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة إذا وجدت زوجا صالحا أن تدفع المهر من عندها لعدم قدرة هذا الشخص الصالح على دفع المهر؟ شيء طيب، أقول هذا شيء طيب. نعم يجوز شيء أين تساعده يعني. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله من أهل بيتي. هل أهل البيت المذكر بهم بالحديث هم الذين عاشوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم يشمل من بعده أيضا؟ نعم، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده وبعده صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، قرابة الرسول وذريتهم ومن جاء بعدهم كلهم يشملهم هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم حلق بعض الرأس وترك بعضه كحلق الجوال وترك المقدمة؟ هذا لا يجوز، هذا هو القزع، هذا هو القزع، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: احلقه كله أو دعه كله. لا يجوز فعل القزع، هذا صفة النصارى، هذا صفة طائفة من النصارى يقال لهم الشمامسة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بالتشهد الأول إذا تأخر الإمام عن القيام، هل يشرع للمأموم أن يقرأ صلاة إبراهيمية أم يسجد؟ نعم، بالتشهد الأول إذا تأخر الإمام عن القيام، هل يشرع للمأموم أن يقرأ صلاة إبراهيمية أم أنه يسجد؟ لا بأس بذلك، نعم، ولا يسقط. إما أن يقرأ الصلاة الإبراهيمية وإما أن يعيد التشهد الأول، إنما لا يسكت. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: قام أحد الطلاب بضبط كتاب منتقى في هذا المسجد وكتب على هذا الكتاب إنه وقف على المسجد، تقول في درس ما: أخطأت أنا وأخذت هذا الكتاب وجلست أشهر وأنا أعلق عليه ثم تنبهت بعد ذلك، يقول: وقد فقدت كتابي الأول، هل يجوز لي أن أحتفظ بهذا؟ لا، هذا على المسجد ولا يخرج من المسجد، أرجعه إلى المسجد. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل تجب زكاة الذهب المحلى الذهب الذي تستعمله المرأة؟ الجمهور على أنه لا زكاة فيه، وهو القول الصحيح، هو القول الصحيح، لأنها لو كلفت بزكاته لشق ذلك عليها كل سنة، وربما تخرج أكثر منه بالزكاة، هذا معد للبس، ما أعد للنماء، ما أعد للنماء، هذا معد للبس مثل سائر الملابس. نعم إلى الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما الطريقة الشرعية لإنكار المنكرات الظاهرة في المجتمع؟ ما طريقة السلف في هذا الأمر وفقكم الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا لمن له السلطة كرجال الحسبة والأمراء ومن لهم سلطة، فإن لم يستطع فبلسانه، وذلك بالنصيحة والموعظة والتذكير، ومن لم يستطع بلسانه ينكره بقلبه ويعتزل المكان الذي فيه المنكر، ويعتزل الناس اللي عندهم منكر يعتزلهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: انتشر في أسواق المسلمين اليوم عباءات ملونة ومزخرفة وفيها خصوص، يقول: ما حكم بيعها و
وما حكم لبس القسمة لهذه العباءات؟ ما النصيحة في ذلك؟ هذه ليست عباءات، هذه عبء، هذه عبء والعياذ بالله، لا يجوز بيعها ولا لبسها. العباءة إنما جعلت للستر، ستر الزينة، ما جعلت لجلب الأنظار نعم. لكن لما رأوا النساء ملتزمة للعباءات أفسدوها عليه وجعلوا فيها هذه التقريزات وهذه الأشياء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إمام تذكر وهو في الصلاة أنه مسح على جوارحه أكثر في يوم وليلة، يقول: ما الواجب عليه إذا تذكر هذا؟ يخرج من الصلاة ويخلع الجوارب ويتوضأ، يغسل رجليه ويصلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل صحيح أنه يجب على الرجل أن يغطي رأسه في الصلاة؟ لا، ما هو صحيح، لكن كونه يغطي رأسه أحسن وأجمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إن زوجها يشرب الخمر في البيت ويترك قوارير الخمر على المائدة، سؤالها: هل يجوز لها أن تنظف الكؤوس التي يشرب فيها الخمر وكذلك ترفع القوارير برميها في الزبالة؟ هذا لا يجوز لها أن تبقى معه وهو بهذه الصفة، بل تطلب الفراق منه، تطلب الفراق منه، ولا تبقى عنده وهو يشرب الخمر ويستمر عليه، هذا تأثم، وأيضا يعود أولادها والنسل الذي يأتي هذا زوج سوء، لا تبقى معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا كان الرجل المسلم يصلي لوحده، تارة يضبط صلاته وتارة لا يضبطها، هل يصلى به أم يترك بعذره؟ إذا كان هذا مقدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصلي الصلاة، إذا حصل منه شيء بدون تعمد وبدون ونظرا لكبر سنه فهو معفو عنه إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يشرع القطران بصلاة الظهر أيام الصيف مع وجود المكيفات في المساجد؟ أي نعم. الطريق، الطريق حار، وما كل المساجد فيها مكيفات، فيبرد بصلاة الظهر، هذه السنة أنه يبرد بها إذا اشتد الحر، قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بعض الناس يجلس بعد صلاة الفجر ثم يصلي ركعتي الإشراق على توقيت طلوع الشمس، يقول: هل هذا الفعل مشروع؟ ما للإشراق صلاة يا أخي، هذه صلاة الضحى، صلاة الضحى، وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح إنه يصلي صلاة الضحى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم إعطاء الزكاة عائلة فقيرة لكنني لا أعرف هل تصلي أو لا تصلي؟ إذا كانت في بلاد المسلمين ومع المسلمين هم محتاجون فأعطهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: من ارتد عن الإسلام ثم رجع إليه، هل يحفظ عمله بعدما رجع إلى الإسلام الذي عمله سابقا؟ خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه يحبط عمله السابق ويبدأ من جديد،
ومنهم من يرى أنه لا يحبط إذا رجع إلى الإسلام، لا يحبط عمله السابق، لأن الله قال: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، بهذا الشرط، فيمت وهو كافر، فدل على أنه إذا تاب قبل الموت أن أعماله السابقة ترجع إليه، وهذا الذي اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يخاف من تمسه الجن بسوء، هل هذا خوف يعتبر الشرك بالله؟ استعيذ بالله من الجن، ويأتي بالورد الصباحي والمسائي، ولا تضره الجن بإذن الله، حصن نفسه بالذكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: في الحرم المكي يؤتى ببعض الجنائز ولا نعلم عن عقائدهم، فهل نشترط في الدعاء؟ أحسن الظن يا أخي، أحسن الظن، ولا تشترط في الدعاء، أحسن الظن بالمسلمين. نعم. وادعوا لهم الأموات، صل عليهم، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة أن تقوم بتفتيش جوال زوجها وتطلع على هذا الجوال بدون إذنه، أم يعد هذا من التجسس؟ إيه نعم، لا تعمل هذا الشيء لأجل أنه ما تطلع على شيء تكرهه ثم تحرج، بس كونها ما تدري أحسن له، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل غسل الجمعة يغني عن الوضوء ويكون كافيا؟ إذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال دخل، تدخل إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، تدخل الطهارة الصغرى مع الطهارة الكبرى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز أن يزكي العبد نفسه في الأمور الدنيوية؟ لا يجوز أن يزكي نفسه، ألا تزكوا أنفسكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يشرع في وقتنا هذا مناظرة أهل البدع من الصوفية وغيرهم، وذلك في الشاشات أو في الأسواق، وهل هذا من منهج أهل السنة والجماعة؟ هذا حسب الماء اللي ترتب على هذا، إن كان ترتب عليه مصلحة ويتوبون إلى الله وبيان للناس فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: اشتريت قطعة أرض لغرض التجارة، وكان نصف المبلغ قد اقترضته من صديق لي، كيف أخرج زكاتها؟ نعم، تقومها بما تساوي، إذا تم عليها سنة تقومها بما تساوي وتزكيها، تطلع ربع العشر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بعض الخطباء والأئمة يدعو بهذا الدعاء: اللهم أفرغ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يقول: هل هذا الدعاء مشروع؟ وهل يدعى لأهل مدلة فيه أهل معصية الله؟ نعم، هذا معمول به في هذه البلاد من سنين طويلة، وفيهم العلماء وفيهم، ولا استنكروا هذا الشيء، إنما استنكر في هذا الوقت، استنكره بعضهم، ويبي أهل المعاصي يعزون، يجوز هذا إلا يذلهم الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل صلاة المرء في ليلة إلى المكتوبة. نعم. معنى ذلك أن يصلي راتبة الفجر والظهر في البيت ثم يأتي للمسجد ولو كان متأخرا؟
نعم، يأتي للمسجد ولكن لا يجلس إلا صلي تحية المسجد، لا يجلس إلا بعدما يصلي تحية المسجد. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.